السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياكم جميعاً من حضرنا ومن غاب عنا إلى مثل هذه المناسبة المباركة. هذه المناسبة تتحدث عن نفسها، إنها ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكرى ميلاده، مناسبة جليلة، مناسبة عظيمة، مناسبة تستحق منا جميعا الفرح والسرور بها. لسنا ببدع عن الأمم التي تحتفي بذكرى ميلاد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذه الليلة المباركة. وإن قدم المقدم المتحدث بين أيديكم فقد ذكر في مقدمته أني بحمد الله سبحانه وتعالى من مكة، وما دام الأمر كذلك فأذكر لكم أن مكة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي أيضاً في مثل هذا الفرح الذي أنتم بصدده في هذه الليلة المباركة. لماذا الأمر كذلك؟ لأن الأسلاف والأجداد والآباء كانوا على هذا النسق المبارك أيضاً. في مكة كان الاحتفاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مشهداً عظيماً كريماً مقدساً، إذ كان الكل يجلس في مثل هذه الليلة المباركة يستمع إلى الحادي وهو يحدو بقصة ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كلكم تشتركون فيه، إلا أن المفضل في مكة المكرمة أن في مثل هذه الليلة المباركة يخرجون إلى المكان الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يستنشقون في ذلك المكان نسمات السيدة آمنة رضي الله تعالى عنها، وكيف ولدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويذهبون إلى ذلك المحل الأسمى العظيم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يطوون تلك الليلة بنهارها احتفاءً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن الإنسان بطبيعة الحال يفكر، لولا وجود هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولولا رسالة هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكان من عباد البقر أو كان من عباد الشجر، أما هو صلى الله عليه وآله وسلم فبوجوده حل الفكر، الفكر في أنه لا بد أن لا يتوجه إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك من أجمل الأمور التي ينبغي لنا جميعاً أن نتجاوزها في مثل هذه الليالي المباركة عدم الخوض في مسألة الاحتفاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن المنغصات التي نعيشها والمنغصات الحياتية التي نحياها تستحق منا أن لا نفكر إلا في الأمل. الأمل إنما هو فيه صلى الله عليه وآله وسلم، الأمل إنما هو في سيرته صلوات الله وسلامه عليه، الأمل إنما هو في الإنصات إلى حديثه الشريف، وأحاديثه كلها شريفة صلى الله عليه وسلم عندما قال أنا فرطكم على الحوض صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يفتح لنا باب الأمل في أنه صلى الله عليه وآله وسلم غض طري ينتظر من العباد وينتظر من المحبين الإنصات إلى كلامه وتطبيق ذلك في حياتهم كلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذا الاحتفاء وأن يديم هذه الذكرى المباركة علينا وعليكم جميعاً، وأن يبقي لهذه البلد المباركة القادة والإخوة والعاملين والمحبين لها بإخلاص يا رب العالمين، وأن يرحم
مؤسس هذه البلاد ومؤسس هذه الديار الشيخ زايد بن سلطان وإخوانه من سبقهم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، ونسأل الله العودة مرات ومرات يا رب العالمين. بارك الله فيك.